بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع عشر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب السلام. أما فرأ المصنف رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به أتبعه بباب السلام، لأن السلام نوع من البيع، إلا أنه يختلف عنه ببعض الأمور. والسلم في اللغة والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف، لأنهم يقولون السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق بالفاء سلف، وقيل بالعكس أن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا هو السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. الثمن يسلم مقدما، وأما المثمن الذي هو المبيع يتأخر تسليمه لمصلحة الناس. كان يكون مثلاً فلاح صاحب زراعة عنده تمور أو عنده حبوب، لكنه يحتاج إلى نقود، يحتاج إلى نقود في الوقت الحاضر، وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور، ماذا يصنع؟ يتقدم إلى أحد التجار ويقول: تعطيني كذا من النقود وأدفع لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، أدفع لك تمر أو أدفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا. فهذا هو السلم، بمعنى أنه أسلم يعني قدم الثمن، أو أسلف يعني قدم الثمن، قدم الثمن. وأما المثمن فإنه متأجل، وهذا يختلف عن البيع، لأن البيع بالعكس، البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل، والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، هذا هو المعروف في البيع. أما السلم جاء على العكس، الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس، لأن أصحاب المزارع وأصحاب الأشجار وأصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات، هم بحاجة إلى النقود، والتجار بحاجة إلى الربح، بحاجة إلى الربح وبحاجة إلى السلع. فالتجار يقدمون الثمن للمزارعين ولأصحاب المصانع من أجل أن يمولوا مصانعهم أو مزارعهم، ثم عند حلول الثمار أو عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل يأتون إلى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق، فينتفعون بها، ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها، يمكن يحصلون عليها بالسلم بسعر رخيص فيبيعونها على الناس سعر مرتفع، فحصلت المصلحة للطرفين، للمسلم الذي هو التاجر والمسلم إليه الذي هو
المزارع أو نحوه، حصلت المصلحة للطرفين، هذا انتفع بالثمن معجلا وذاك انتفع بالمثمن مؤجلا، لمصلحة للطرفين. والدليل على جواز السلم بهذه الصورة التي ذكرنا الكتاب والسنة هو إجماع المسلمين. أما الكتاب ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في السلم. والآية وإن كانت نزلت في السلم فهي عامة في جميع الديون، لكن إذا كان سبب نزولها في السلم يكون دلت عليه من باب أولى. وأما السنة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار، يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: من أسلم أو أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، ولكنه وضع له ضوابط، وضع له ضوابط، وإجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين إلى الآن. هذا هو السلم، إلا أنه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع. تقدم لنا أن شروط البيع سبعة، السلم له شروط زائدة على شروط البيع، يأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. نعم. باب السلام، وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم والسلام. هو نوع من البيع كما عرفت، نوع من البيع، لأن فيه مبادلة مال، البيع مبادلة المال كما سبق، مبادلة المال بين البائع والمشتري، هذا هو البيع، هذا ينطبق على السلم لأن فيه مبادلة مال، فيه مبادلة مال بين المسلم والمسلم إليه، فهو نوع منه. نعم. ويجوز بلفظ البيع، يجوز بلفظ البيع، ويجوز بلفظ السلم وبلفظ السلف. نعم. ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها، يعتبر فيه شروط البيع السبعة السابقة لأنه بيع، ويزيد عليه بشروط اختص بها، منها منها أن يكون المسلم فيه، هذا الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات، لأنه بيع موصوف في الذمة، لأنه بيع موصوف في الذمة، فيقول في التمر مثلا 100 كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا، تمر أنواع، تمر أنواع، ويختلف في الجودة والرداءة، ويختلف باختلاف البلدان، فلا بد أن يضبط أوصافه، تمر من النوع الفلاني، النوع الخضري، من النوع الصفري، من النوع السكري كما هو معروف الآن، ما يقول تمر ويسكت، لا، لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح، أن التمر يختلف، يحصل نزاع بين الطرفين، فإذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع. كذلك الحبوب لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها، لأن الحبوب تختلف في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الأقاليم التي تنتجها، فلازم أنه يذكر نوعية البر أو نوعية الأرز أو نوعية الذرة التي يسلم فيها، ما يقول بر أو حبوب 100 صاع من الحبوب أو من البر، هذا ما يصح، لازم يبين. وإذا كان
السلم مثلا في مصنوعات، في منتجات، في سيارات، لازم يبين ماركة السيارة، يبين ماركة السيارة، لأن السيارات تختلف اختلاف كبير حسب الشركات وحسب الإنتاج، وحسب سيارة أمريكية، سيارة يابانية، سيارة فرنسية من النوع الفلاني، من الحجم الفلاني إلى آخره، كما هو معروف عند أصحاب السيارة. ما يقول سيارة أمريكية فقط أو سيارة فرنسية أو سيارة يابانية فقط، لازم يبين. السيارات أنواع، كبيرة، صغيرة، جيدة، متوسطة، رديئة، لازم يبين. مما ينضبط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بوصفه، فإن كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف إنه لا يصح السلام فيه، ما يصح السلام في الأشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف. نعم. ويزيد عليه بشروط منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، كالمكيل أو الموزون أو المدروع أو المعدود. نعم. لأنه بيع بصفة فيشترط للكل إمكان ضبطها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يربط بالصفة لأنه في معناه. هذا هو دليل من السنة على جواز السلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة عليه ووضع له ضوابط، فقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل على صحة السلم في المكيلات والموزونات، ويقاس عليها المعدودات والمدروعات قياس، كما دل الحديث أيضا على أنه يجوز السلم وإن طال الأجل، وإن طال الأجل سنة والسنتين والثلاث يجوز، وأنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، لأن اللي مسلم فيه ثلاث سنين ما بعد وجد ولا بعد حصل، دل على جواز السلم في المعدوم إذا انضبط بالوصف وأمكن حصوله وقت الأجل، وقت انتهاء الأجل، إذا كان مما يمكن حصوله عند حلول الأجل يكفي هذا ولو كان معدوما وقت العقد. نعم. فهذا مما يخالف فيه البيع، أن البيع تقدم لنا أن من شروطه أن يكون المبيع معلوما يكون موجود، فلا يصح بيع المعدوم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا مستثنى، السلم مستثنى، يبيعه وليس عنده لكن يضبطه بالأوصاف، بحيث إنه إذا حل أجله فإنه يطلب وتطبق عليه الأوصاف. نعم. وقسم عليه ما يربط بالصفة لأنه في معناه، فأما المعلوم المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها، ففي الحيوان روايتان إحداهما لا يصح السلم فيه. على هذا الذي لا ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلم، مثل الجلود، لو قال هذه 100 ريال 50 جلد من جلود الغنم إلى أجل كذا وكذا، نقول هذا السلم غير صحيح، لأن الجلود تختلف، جلود ما هي واحد ولا تنضبط بالوصف، تختلف ولا يمكن يضبطها وصف. كذلك لو قال هذه 100 ريال بمئة رأس من الغنم، رؤوس يعني تجيب لي رؤوس
مذبوحة، تجيب لي رؤوس غنم أو رؤوس إبل، فالرؤوس تختلف، ما يصح السلام فيها، لأن الرؤوس لا يمكن ضبطها بالوصف. لكن لو قال هذا سلم في غنم أو في إبل، تجيب لي 100 ناقة بعد سنة بعد سنتين، أو 100 شاة من الغنم، أو 100 بقرة بعد سنة أو بعد سنتين، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز السلم في الحيوان؟ هل ينضبط بالوصف؟ على روايتين، الرواية الأولى نعم يجوز السلم لأنه ينضبط بالوصف، قال مثلا من الغنم الفلانية، من غنم نجد، من غنم الحجاز، من غنم من إبل نجد، من إبل الحجاز، من خيل بني فلان، يمكن ضبطه بالوصف، يمكن ضبط الحيوانات بالوصف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، دل على أن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف إذا عرف نوعية الغنم أو نوعية الإبل، أن أهل الصنف يعرفون نوعيات الحيوانات. والقول الثاني أنه لا يصح السلم في الحيوان لأنه يختلف ولا ينضبط، وحتى لو كان من إبل بني فلان أو من غنم بني فلان يختلف أيضا، يحصل نزاع. نعم. ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السلم، رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم، كل بيع محرم يسمى ربا، وإن كان الربا المعروف أن في أنواع خاصة سبق لنا بيانها في الأصناف 6 وما قيس عليها، هذا هو الربا المعروف، لكن قد يطلق الربا ويراد به كل بيع محرم. ومن ذلك ما ذكره ابن عمر أن الإسلام في الحيوان ربا، لأنه بيع مجهول، لأنه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف، ويكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم. ولهذا يقول الفقهاء: قد يطلق الربا على كل بيع محرم. نعم. لما روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، السن يعني في الحيوان، رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وإن استقصى صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تسليمه مثل أزج الحاجبين، أكحل العينين، أقنى الأنف، أشم العرنين، أشم العرنين، أهدل الأشفار. يعني لو وصف العبد، يعني أسلم في عبيد وصفه بهذه الأوصاف، فلا يمكن الحصول وتطبيق هذه الأوصاف على عبد، تتخلف وتختلف. نعم. كذلك الحيوانات الأخرى. نعم. فأشبه السلم بالحوامل من الحيوان، وعنه صحة السلم فيه، هذه الرواية الثانية. نعم. وعنه صحة السلم فيه وهو ظاهر المذهب، لأن أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال: استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل بكرة، رواه مسلم. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أدفع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة. هذا دليل الجواز في الحيوان، وهو الراجح، والراجح والله أعلم، والراجح أنه يجوز السلم في الحيوان، وأنه اختلاف يسير
إذا أسلم في غنم من النوع الفلاني أو في إبل من النوع الفلاني أو في بقر من النوع الفلاني فالسلف صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين بالإبل الصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعيرا معجلا على أن يدفع بدله بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة، هذا مؤجل وهو حيوان فدل على جواز السلم في الحيوان. نعم. ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في السلم كالثياب. لأنه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة، كان يقول لها أو لوليها تزوجتها على 100 بعير مؤجلة، تقولون بالعقد هذا صحيح؟ تزوج بنت فلان على 100 بعير مؤجلة، العقد صحيح والمهر صحيح والسلم مثله إذا صح هذا صداقا وهو عقد من العقود صح في السلم أيضا. نعم. ولأنه ثبت في الذمة صداقا وثبت في السلم كالثياب. نعم. أما حديث ابن عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب فحل بني فلان. كذلك قال الشعبي إنما كره ابن مسعود للسلمة الحيوان لأنهم اشترطوا لقاح فحل المعلوم. رواه سعيد. يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع خاص، وهو إذا شرط أنه من نسل الفحل الفلاني، أنه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الفحل الفلاني، هذا لا يصح لأن نسل الفحل الفلاني نادر الحصول عليه وهذا مجال ضيق. أما إذا قال حيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل الدائرة واسعة ويمكن الحصول عليه فيجوز والحمد لله. نعم. ولو أضافه إلى لقاح بني فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح. إذا قال من إبل المرة مثلا 100 بعير من إبل المرة أو من إبل القبيلة الفلانية، الإبل معروفة معروفة إبل القبائل، فإذا عين القبيلة صح ذلك لانضباطه بالوصف. نعم. لو أضافه إلى لقاح بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح، كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة. فإذا قال من إبل الحجاز أو من إبل نجد أو من إبل العمانية مثلا الإبل العمانية صح هذا لأن البلد كبير واسع الدائرة يمكن الحصول على الحيوان بسهولة. نعم. وقد روى حديث علي أنه باع جملا له يدعى عصيبير 20 بعيرا إلى أجل، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. إذا كان علي رضي الله عنه باع جمله 20 بعير إلى أجل هذا دليل على جوازه من تعامل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فصل. وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها ففيها روايتان، إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن. إذا قال مثلا السلم في التفاح مثلا أو في بردقان أو في بطيخ في جرو أو في عنب مثلا هل يجوز هذا؟ إن قلنا أنه ينضبط بالوصف جاز، وإن قلنا أنه لا ينضبط بالوصف لم يجوز. الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط، فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم، وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام. هل الفواكه تنضبط؟ ما في وقتنا الحاضر الظاهر أنها تنضبط، لأن الآن التفاح والبرتقال يضبطونه بالحجم، يصنفون الآن التفاح
والبردقان بالأحجام، نخب كذا نخب كذا نخب 50 نخب 100 نخب، هذا الشيء معروف. وأيضا يكون التفاح أمريكي ولا من تفاح مغربي ولا، يعني يمكن ضبطه، يمكن ضبطه بالوصف، أو مصري ممكن. إذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم، كذلك البيض مثلا، البيض الآن يضبط بالحجم، أصحاب الإنتاجات يبيعونها الآن أظن يبيعونه بالحجم المعروف، كبير صغير متوسط، كل شيء له سعر، وصار ينضبط الآن بالوصف، فيجوز السلام فيه. كذلك العنب، العنب مثل التمر تماما، يجفف يعني مثل التمر تماما، فيجوز السلام في الزبيب، يجوز السلام في الزبيب كما يجوز في التمر تماما. نعم. فيها روايتان، إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ربطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن، والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ربطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلم فيه كالمدروع. هذا هو، على هذا أنه يصح السلم فيه، لأنه أصبح الآن يضبط بسبب الوسائل التي جدت الآن. الآن يدخلون الفواكه في مكاين، المكاين تعزل الأحجام هذه، تجعل الكبير على حدة، وتجعل المتوسط على حدة، وتجعل الصغير على حدة، ويعلم ويكتب عليه رقم الحجم، صار مضبوط. هذه إشكال. نعم. أصل، وفي الرؤوس والأظراف والجلود مثل ذلك. أما الرؤوس ففيها روايتان، أيضا، إحداهما الرؤوس والأكارع والجلود، هذه لا يصح فيها السلم، بناء على أنها لا تنضبط، ومن قال إنها تنضبط أجاز فيها السلم. الكلام كله كما ذكرنا على الانضباط أو عدم الانضباط، وهذا يرجع فيه للعرف، عرف البلاد، والعرف الآن أصبح ينضبط بواسطة الأحجام المعروفة والمنتجات المعروفة وتغليف، يغلفونه الآن ويكتب عليه حجمه ووزنه، صار في الأمور كلها واضحة الآن منضبطة. نعم. أما الرؤوس ففيها روايتان أيضا، إحداهما لا يجوز السلم فيها لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل، والثانية يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه. العظام معروفة، عظام الرؤوس معروفة في الغالب، معروف اللحم هو معروف عظمه، لا تختلف رؤوس الغنم، رؤوس الإبل، رؤوس البقر، رؤوس معروفة عظامها ومعروف لحمها عند الناس. فإذا أسلم في رؤوس غنم أو في رؤوس إبل، إلى من حل الأجل يروح يجمع له رؤوس من المقاصب ومن المجازب، يجمع له 100 رأس 1000 رأس، أو إذا كانت في المصانع الآن والمسالخ تعلبها آليا وتجمعها آليا وتوظفها، أصبح الأمر سهل فيها. نعم. والجلود تختلف أيضا، فالورك ثخين قوي، والصدر ثخين رطب، والبطن رقيق ضعيف، والظهر قوي، ويحتاج الظهر أنه لا مانع إن شاء الله في الجلود، لأن الجلود أيضا يمكن ضبطها واختلافها يسير، 100 جلد من الغنم، 100 جلد من الإبل، 100 جلد من البقر، معروف يعني الاختلاف فيها يسير، ما يؤثر على صحة العقد، وهذا فيه تيسير على الناس وتوسعة لهم المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة، هذا من قواعد الشريعة، أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. الحمد لله.
أما العبادات فالأصل فيها التوقيف إلا ما دل الدليل على تشريعه. العبادات بالعكس الأصل فيها أن ما يعمل عبادة إلا بدليل من الشارع، بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة. ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا، لكن نقول لك وش الدليل على منع كذا. هذا هو السؤال. إذا قال لك واحد إن هذه المعاملة هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، قل الأصل فيها الصح، لكن وش الدليل على تحريمها؟ المطالب الدليل هو الذي يمنع، مطالب بالدليل هو الذي يمنع من المعاملة، خلاف العبادات. العبادات لا، المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة، لازم يجيب دليل. أما الذي يمنع هذا معه الأصل، يقول أنا معي الأصل، الأصل في العبادات إنه ما تشرع إلا بدليل. نعم. والبطن رقيق ضعيف والظهر قوي فيحتاج إلى وصف كل موضع فيه، ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه فلا يجوز السلم فيه. هذه الجلود يعني، هو قلنا أن الخلاف أو الاختلاف فيها سهل ويعرف، خصوصا بعد مجيء الآن المصانع ومجيء الآلات الدقيقة التي أصبحت تحدد الأشياء على المطلوب. نعم. ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم فلا يمنع صحة السلم فيه. والأصل في المعاملات الحل، فيكون يجوز السلم فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى، قال من أسلم في شيء أو أسلف في شيء ما لم يحدد فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه، فالحيوان فإنه يشتمل على الرؤوس والأضراس والجلد ولم يمنع صحة السلم فيه، فكذلك هنا. نعم. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. الشرط الثاني من شروط صحة السلم أن يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا، هذا أشرنا إليه في البداية، قلنا لا بد أن يقول من البر الفلاني، من النوع الفلاني، من النوع الفلاني من التمر، لأن البر أنواع والتمر أنواع والحيوانات أنواع والسيارات أنواع، فلا بد من وضع الصفات الفارقة، فإن لم يضع الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح، لأنه يفضي إلى النزاع. لا تقول سيارة وبس أو سيارة أمريكية وبس، لازم تحدد. ما تقول مثلا من البر، من بر الرياض، من بر القصيم، من بر الخرج، لا ما يكفي هذا، لازم تحدد نوع البر الذي تريده، لأن البر أنواع يختلف. نعم. فيصفه، الشرط الثاني أن يصفه وصفا ينهي النزاع بين الطرفين، لا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية. نعم. نعم. ها؟ إذا كان العرف يقتضي تمر معين وخضرا معين. لا ما يكفي، ما يكفي العرف في هذا. كأن لا يكون في البلد إلا تمر واحد. نعم. كأن لا يكون في البلد إلا نوع واحد من التمر أو نوع واحد من التمر. ولو لازم يحدد. ما يمكن إن هنا بلد ما أقول له نوع واحد. البلد يكون فيه نخيل والنخيل أنواع. لا يمكن إن البلد كله يصير ما فيه إلا نوع من التمر واحد، ما هو ممكن. هذا نادر، يعني كل البلد ما يغرس إلا نوع من النخل واحد، نادر هذا. نعم. الشرط الثاني أو ما يزرع إلا حبوب معينة، لا ما هو صحيح، لازم أن تختلف الحبوب والمزارع. نعم. هذا من لطف الله، تنويع هذه الأشياء، هذا من رحمة الله بالناس، لأن رغباتهم تختلف ومقدراتهم أيضا تختلف، جعل الله هذه الأشياء أنواع لأجل كل يأخذ ما يناسبه، فالذي عنده مال كثير يأخذ من النوع الجيد والفقير يأخذ من النوع المناسب، ويعني كل يأخذ ما يناسبه، هذا من لطف الله عز وجل. الشرط الثالث
لو جعل التمر كل نوع واحد ولا يقضى عليه إلا الأغنياء تعطل الفقراء، بل جعله أنواعا كل واحد يختار ما من التمور. الآن ما يساوي الكيلو الواحد يساوي 15 ريال أو 20 ريال الآن الكيلو الواحد، ومنه ما يساوي 3 ريالين. هذا من لطف الله بعباده. نعم. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. لأن السلم عوض يثبت في الذمة، فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن. نعم. ولأن العلم شرط في البيع، وطريقه إما الرؤية أو الوصف، والرؤية ممتنعة في المسلم فيه، لأنه غير موجود. ما يمكن تشوفه وقت العقد لأنه غير موجود، عقب سنة أو سنتين هو موجود. يكفي الوصف، يكفي الوصف. نعم. فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه مجمع عليها، وما سوى ذلك ففيه خلاف. وما لا يختلف به، وهذا الحقيقة من دين السلم، أنه من نعمة الله على المسلمين، لأنه يسد باب الربا. الآن هم يقولون الربا الناس يحتاجون إليه، وين يروح الفقير أو اللي بيقيم مصنع كيف يعمل؟ ما عنده دراهم، هو بيقيم مصنع لازم إنه يروح لبنوك ويأخذ سلفة بالربا. يقول لا، هذا ما يجي. صاحب المصنع يمكن إنه يأخذ دراهم الآن على أنه يقدم بعد سنة أو سنتين، يقدم منتوجات لصاحب الدراهم، ليس بحاجة إلى أنه يروح للبنوك. كذلك المزارع، كذلك يأخذ دراهم الآن ويقدم بدلها إنتاج بعد سنة أو بعد سنتين، ليس بحاجة إلى المرابعة. فالسلم يسد باب الربا والحمد لله. نعم. يذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه مجمع عليها، وما سوى ذلك فيه خلاف. وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكر، لأن العرض لا يختلف باختلافها ولا يغر جهالته ولا يغر جهالتها. الشرط الثالث، يعني الأوصاف اللي ما يختلف فيها الثمن اللي ما لازم تذكر، إنما تذكر الأوصاف التي يختلف فيها الثمن. نعم. الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع. الشرط الثالث أن يذكر مقدار المسلم فيه، أن يذكر المقدار. إن كان مكيلا يذكر قدره بالكيل، كان يقول 100 كيلو من التمر، 100 كيلو من التمر، أو 20 كيلو، أو 1000 كيلو، أو المهم أنه يذكر المقدار. إن كان موزونا يقول كذا من مثلا كيلو من الموزونات، لأن الكيلو الآن يصلح للمكيلات وللموزونات، يعني يصلح للجامدات والمائعات، إلا أنهم المائعات الآن يسمونها باللتر واللتر والمليلتر بالأرتال، خلاف المكيلات فهم يعبرون عنها بالكيلوات، الغرام والكيلو، هذا في المكيلات. أما المائعات هذا يعبرون عنه باللتر والمليلتر إلى آخره. نعم. فيذكر كل معيار بحسبه، باللتر أو بالكيلو، بالغرام أو بأقسام اللتر، حسب العرف. والمعدود إذا كان معدود بالعد، 100 رأس من الغنم، لأنه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم، هذا بالعد. 100 ثوب من تفصيل مثلا الكويت، من تفصيل الحجاز، لأن
الثياب الآن صارت معروفة تفصيلها، 100 ثوب حجازي، 100 ثوب كويتي، 100 ثوب عماني بالعدد، هذا يذكرها بالعدد وهكذا. نعم. الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع. والذرع في المذروع 100 ذراع من القماش الفلاني، 1000 ذراع ما أشبه ذلك. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أول الباب. والآن صار بدل الذراع صار المتر، بدل الذراع الآن المتر ووحدات المتر، يذكر الأمتار أن كل وقت يختلف باختلاف لا يستعمل فيه، الآن صار يستعمل بدل الصاع الكيلو، ويستعمل بدل الذراع يستعمل بدلها المتر وحداته. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أول الباب، ولأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن. ما يقول بكمية، هذه الدراهم بكمية من البر، قلت ولا كثرت اللي يجيك تحصل عليه تجيبه، هذه كمية من الدراهم منتوجك اللي يحصل، منتوج الزراعة منتوج المصنع. يقول لا غلط، لازم تحدد، تقول مثلا كذا بالصاع أو كذا بالوزن أو كذا بالعد، ما يكفي أنك تقول بكمية، اللي يحصل عندك تجيبه. أنا قابل نقول لا هذا غلط ولا يجوز، أن هذا يوضي للنزاع، يقول اللي ينتج المصنع أنا آخذه منك، أدفع لك الآن فلوس واللي ينتج المصنع تجيبه لي فيما بعد، يقول غلط، أو اللي ينتج المزرعة أو اللي تثمر النخيل تجيبه لي، يقول لا هذا غلط ولا يصح، لازم من معلومية كمية المسلم فيه بالزرع أو بالعد أو بالكيل أو بالوزن، لأجل ينتهي النزاع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. ولأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن، فلو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدم به كالربويات. وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. مسألة المعيار أمرها سهل، هذا يختلف اختلاف الزمان، يختلف اختلاف الزمان واستعمالات، المهم أنه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه. نعم. أو لازم بالصاع أو بالوزنة، هذه راحت الآن ما موجود، الآن موجود الوحدات الأجنبية، الكيلو ومشتقاتها، اللتر ومشتقاتها، المتر ومشتقاتها، هذا الأصل في المعاملات الإباحة، ما هو يلزم أنه لازم أن يكون بالصاع ولا بالوزنة ولا الأمور انتهت. نعم. فصل. ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح. لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كلهم، الصاع مثلا مشهور عند الناس، الوزنة مشهورة عند الناس، مثلا الكيلة هذا في الوقت السابق، أما الآن صار كما ذكرنا صار المتر والكيلو واللتر معروفة، الوحدات المعروفة الآن العامة المعروفة معرفة عامة، أما شيء خاص عندك تقول له وزن هالصنجة وزن هالحديدة من التمر، تجيب لي وزن هالحديدة من التمر، الحديدة دي ما توجد إلا عندك، نقول لا هذا ما يصح، هذا لا يصح السلم، تقدير السلم به يشترط في التقدير أن يكون معلوما عند جميع الناس مستعمل في البلد من أجل قطع النزاع فيما بعد. نعم. ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة 100 مرة أو 1000 مرة من التمر، وهل إنما هو موجود إلا عندك؟ ولا لا ما يجوز، هذا مجهول عند الناس،
يفضي إلى النزاع فيما بعد. ربما ضاع هذا الإناء أو هذا الذي عندك ربما ضاع ثم يحصل نزاع، لا بد يكون مع المقدار معلوما عند الناس من أجل إذا حصل نزاع يرجع إليه. نعم. فإن قدره بناء أو صندة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره، يعني يضيع هذا الشيء المجهول أو المحدود يضيع يحصل نزاع. أما إذا قدره بشيء عام زالت الجهالة. نعم. لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرض في احتياج العقد إليه. نعم. والشرع نهى عن الغرر في المعاملات. نعم. الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا، أن يكون المسلم فيه مؤجلا، فإن كان حالا لم يسمى سلما، سمى بيعا، يطبق عليه شروط البيع إذا كان حالا. أقل أجيب لك بكرة ولا بعد يومين أو ثلاثة، هذا ما نسميه سلم، هذا نسميه بيع، طبق عليه شروط البيع. لكن إذا قال بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، هذا يصير سلم، ولا بد يبين الأجل، يبين الأجل، أن يقول بعد سنة، بعد ستة أشهر، بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، يذكر هذا في العقد، لا يقول مؤجلا فقط، أو يقول إلى أن يجد فلان الخلف، لأن فلان جداد فلان هذا ما يأجل به، لكن لو قال إلى الجداد يعني عند جميع الناس في البلد صح، أن الجداد معروف، إلى الحصاد هذا معروف عند أهل البلد، لكن لو قال لما يجد فلان أو يحصد فلان يقول هذا غلط ما يجوز، يعني هذا مجهول ما ندري متى يجد فلان ولا متى يحصد فلان. نعم. الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن. له وقع في الثمن، أما الأجل اللي ما له وقع في الثمن كاليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلم، يسمى بيع، طبق عليه شروط البيع. نعم. أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا لم يصح حالاً. فإن أسلم حالاً لم يصح لحديث ابن عباس يصح. فإن أسلم حالاً لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إلى أجل معلوم، يعني الرسول اشترط الأجل والحال غير مؤجل. نعم. ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل للرفق يعني بالناس، لأنه كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلم، إن صاحب المصنع أو صاحب المزرعة أو النخيل بحاجة إلى النقود الآن، وليس عنده ثمر يبيعه أو زرع يبيعه، ما عنده الآن شيء، لكن يبي يمول هذا المزرعة أو هذا المصنع وبعدين ينتج. وأيضا التاجر يستفيد من حصول السلع رخيصة له، فكل من الطرفين يستفيد، هذا وهذا. نعم. ففيه رفق بالناس. نعم. ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة. فصل. الكتابة يعني بيع العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، هذه الكتابة. واحد مملوك رقيق فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، نجوم كل سنة يدفع له، أو كل شهرين أو ستة أشهر يدفع له قسط، إلى ما أنه يخلص ثم يعتق، هذه الكتابة. الكتابة يشترط فيها أن تكون مؤجلة رفقا بالعبد. فإن شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة. نعم. قدره عفى الله عنك بجداد فلان، ومعلوم انه ما يجد الا مع الناس، وما طلع عن خلوه اصلا، لا صار عنده جداد.
ولا أصاب الخلو جائحة ولا صار عنده جدال. إيه لكن لا قلت جدة وعلى البلد خلاص. إيه نعم. هذا يرجع طبعا كذا عن جداد أهل البلد، يعني ربما لا الغالب أن جداد أهل البلد ما أقول ما يصير فيه، لو يصيب بعض الناس ما يصاب الكل، هذا هو الغالب. إن عند جوائح عاد شيء خلاف العادة هذا شيء آخر. هذا يبي يأتي إذا ما استطاع المسلم إليه أن يسدد وقت الحلول يبقى في ذمته إلى أن يستطيع. فصل. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر، فإن أسلم إلى الحصاد لم يجز، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر المعلوم. نعم. ولأن ذلك يختلف فلم يجز أن يجعله أجلا كقدوم زيد، وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس. هذا هو الصحيح، أنه إلى الحصاد إلى الجدال هذا جائز، أما إلى قدوم زيد هذا ما هو جائز، لأن زيد ربما أنه ما يقدم أو ما يدرى متى يقدم، هذه حالة نادرة ما يعلق عليها شيء لأنها غير معلومة، قدوم زيد غير معلوم، حالة نادرة. لكن الحصاد والجداد لشيء ما معروف في العادة ولا يتخلف بإذن الله. نعم نعم. هي يعلقونه ببلد معين، يعلقونه ببلد معين، ما يقول الحصاد والجداد يسكت إلى أن يحصد البلد الفلاني. يعلقوا جداد أهل نجد، وإذا جدة ها؟ يمكن يحمل كلام عباس على هذا؟ لا ما يمكن. لا، وابن عباس يبغاه بالأشهر، ما يبغاه بالوقت، يبغاه بالأشهر، 20 شهر، 30 شهر، 10 أشهر، 6 أشهر، لأن هذا صحيح أن هذا أتم، إذا حدد بالأشهر هذا ما فيه إشكال، هذا أتم، لكن فيه حرج على الناس. لكن لا حدد بالحصاد والجداد هذا أيسر، والغالب أن الحصاد والجداد معلوم عند أهل البلد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلم إلى مجيء إبل الصدقة، ما ينضبط مجيئها؟ لا ينضبط مجيئها، خروج العمال معروف من السنة، تمام الحول. نعم، كل سنة يبعث العمال. نعم. وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبتاع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا. إلى العطاء يعني من بيت المال، لأن وقت صرف مكافآت الغزاة في وقت عمر له وقت، كذلك في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم، هذه يسمونها العطاء، وقت العطاء يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال، فإذا أجل بوقت الصرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس. نعم. الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع. يكفي. نقف على الشرط الخامس. يا أسئلة؟ طبعا كذا أسلم بعمار بيته، يعني أسلم لي بعمار العمار ولك فيها أجار 10 سنوات من أول. ما هو بسلم هذا ما هو بسلم، هذا استصناع، يسمونها الاستصناع، تصنع لي هالبيت تبنيه وتسكنه 10 سنوات، يسمونها استصناع، أو تؤجر 10 سنوات، المهم أنك تستغل 10 سنوات، الاستصناع محل خلاف بين العلماء. صحيح. فيها ها؟ عند الحنفية جائز، الاستصناع جائز، أما عند الجمهور ما يجوز لأنه معدوم. نعم. أحسن الله.
دياس دياس الزرع، الزرع إذا حصدوه ويبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه، لما أنه هذا حكمة الفلاح. ها منين المصر الفلاحين كيف يعملون به؟ فلاحين عندكم بالزروع كيف؟ ها عندنا دراس هو الدراس هو الدياس سوا، الدراس هو الدياس سوا، يعني معناه انهم اذا يبس الزرع يجيبون الحيوانات ويديرونها عليه لما انه هذا فيما سبق. اما الان بعد مجيء الطيبات الذرايات وهي المكاين اختلف يسمى دياس، يمكن يسمى دياس دراس. نعم. اذا اشتهر عند اهل البلد انه ما يكنز الا هذا التمر او ما يزبب الا هذا العنب النوع الفلاني فاسمى فيه بدون بيان صفته لازمين يبين، يعني يمكن يحدث عند البلد نوع آخر، ناس يزرعون ويجيبون أشجار ويجيبون يختلف، لازم يحدد. نعم. حتى إن وقع العرف على أي نعم يحدد، لازم يحدد لأنه يعني تغير، تغير الناس يزرعون ويجيبون أشجار جديدة ويجيبون أشياء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.